محسن محسن ايه عتفي؟ الرجل الخروف هناك. خروف ايه؟ اكيد كنت بتحلمي. انا برضو كنت بحلم ان انا دراكولا بس كنت بمص قصب. والله العظيم الرجل الخروف واقف هناك بيتعبس في حاجتنا. فين؟ ايه ده؟ انت الرجل الخروف بجد؟ ايوه. طب هنعمل له ايه سيبيه يتعبس؟ هنعمل ايه؟ مش انت ظابط تروح اقبض عليه؟ ايوه انا ظابط بس مش معايا اذن النيابه. نيابه ايه؟ ومين اللي تاه يا اخويا؟ احنا في جزيره واحنا عندنا بيت من اساسه. يا بنتي فهمي، ما هو انا لو قبضت عليه من غير اذن النيابه القضيه هتبوظ وهياخد براءه. ازاي يعني؟ هو انت بتيجي عند ساحه الجد وتعمل كده؟ هو ليه؟ بعمل ايه؟ بقول لك اسكتي خالص، ما توديناش في داهيه. استني عندك. بسم الله ما شاء الله، ده اول ما سمع صوتك اتسمر مكانه. ايوه بالظبط يا بنتي. بعدين استنى عندك دي قعدنا ندرسها في الكليه سنه بحالها. الهوي ده جاي علينا هيضربنا ولا ايه؟ ايوه عشان احنا نستاهل الضرب، عشان انا بسمع كلامك. بقولك ايه، لو عمل اي حاجه اجري. اجري؟ اجري. ايوه انا هجري عن نفسي. انت قلت ايه؟ انا ما قلتش اي حاجه. لا هو قال لك استنى عندك. بس هي اللي خلتني اقول كده. ممكن تقولها تاني؟ قول استنى عندك؟ استنى عندك. انتوا مصريين؟ مصريين. هو انت حضرتك لا مؤاخذة يعني لابس كده ليه؟ انا كنت في حفلة في نادي روتري ولسه جاي. يعني انت مش من التتار؟ لا لا. ممكن اسمعها منك تاني؟ ما انا قلتها قبل كده. معلش تاني. اقولها عادي ولا اقولها بزعيق؟ زي ما انت عايز. استنى عندك لطلع عين. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب.